آه يا نفوخي، آه يا وحشي يابا، يا عظم اللي مفشفش ومكسر، يا عيلة واطية وعاملين اللي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي، دي كانت جوازة سودة. خلاص بقى، أنا دماغي اتخضعت من دي وجعتني، والتلج كمان خلص. قومي يا بت، قومي يا بت، أنا عظم مفشفش، حرام عليكي حرام عليكي. انتي مش كفاية ما تصورتش بالفستان؟ ما تصورتش ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع اهل العروسه؟ عيلة واطية وبنت على حقيقتها. طب كان زمان عزمنا لولا القبطان زغر لنا بعينيه كنا قلبناها دلمة. بس احنا امنناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا، من ناحية امنتونا اهو واضح امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهاردة، انا مش قادرة اروح خالص. نبعت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده، وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه، قلت لك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين ده كمان. يعني هيكون راح فين؟ تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه، مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا أبلة، اخوكي ده طلع ذكر، لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. شاطر. شفته من البعيد ماشي وحيد، سعر بعيني يعطي الوعيد. مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. شد لها الكاس وارمي ورا ظهرك وانسى. ما بلاش جو الافلام القديمه اللي انت عايش فيه ده. ومالها الافلام القديمه؟ على الاقل ناس غير الناس اللي موجودين دلوقتي. وبعدين كل النهايات بتاعتها نهايات سعيده. ايوه، عشان الناس تروح فرحانه ومبسوطه وما فيش حد فيهم جاحد. اللي بيروح بيرجع، كله بيرجع. اوه، وانا ناقصك انت كمان دلوقتي. كلنا ناقصين حاجات كتيره وقعت مننا في السكه واحنا مش دريانين. اغبياء. حلو قوي الجو اللي انت فيه ده، استمر انت بقى وانا اروح انام. مش هيجيلك نوم، جربتها قبلك وما نفعتش. مش فاهم ايه اللي مفكرك بيا دلوقتي. ليه محدش عايز يصدق ان انا تبت؟ والله العظيم تبت. ادي الموبايل. طب شد لك كام دلوقتي؟ لا والنبي، انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني، انا ما صدقت خلصت منها. ايه الروايح الحلوه اللي هديني؟ شانيل نمبر 5. هو حلو وسخن بس ريحته غبية، عشان كده هتلاقي دايما صاحبته عصبية وخلقها ضيق. انت ايه حمار ما بتفهمش؟ قلت لك صودا بيشتغل. ايه ده؟ هو انت بتعرفه من ريحتهم؟ من كتر اللي شميته في العيادة. عشان الخبرة دي تستاهل الكاس بتاعي. النبي كفاية المصايب اللي حصلت لي النهاردة. يا عبيد، ده ابتلاء. ابتلاء؟ اختبار للتوبة. اختبار للتوبة؟ النبي ارحمني، أنا بجد ما بقتش قادر على المصايب. إيه الجيب ده؟ مصايب دي إيه ده؟ أيوه، هو ده الحل. يمسح لك كل اللي فات بأسديكة ويصفر لك العداد وتبدأ من جديد. يخرب بيوتكم، العيال شايلين دولاب مخدرات في جيبي ويوم فرحي. لا بجد، يخرب بيوتكم. ايه عارفه الجنان ده؟ لو ما كنتش عملت كده كنت هتشل. كل ده ليه؟ ما تكبري مخك بقى. قفل موبايله خالص. ما هو لازم يقفله من كتر زنه، بقالك 3 ساعات نازله زن زن. خفت عمي يا اختي. ايه يعني هتشل ورد عليا؟
يا بنتي عريس عريس افهمي بقى. ما هو عشان عريس انا لازم اركد عليه هو والعبيطه اللي راح تتجوزه. هو انت في ايه بينك وبينه طارق؟ وبعدين انت مش قلتي لي انك شلتي الموضوع ده من دماغك؟ عشان هو زي اي واحد بميت وش وميت رون، يحب دي شويه ويمثل على دي شويه، في الاخر راح يتجوز سكيتي. عارفه فكك بقى من الحوار ده وقومي نرقص شويه قبل ما نروح. ماشي يا عمر. هتروح مني فين؟ دي فرحة دي بقى ولا شماتة؟ أعوذ بالله، لا كده ولا كده، وما تخليش مخك يروح لبعيد قوي. كل الحكاية بس المنظر كان تحفة. عندك حق بصراحة، المنظر كان غريب فعلا، محدش ممكن يتوقعه. هو عمر النواوي كده، صعب إنك تتوقع أي حاجة تخصه أو حتى تجيب آخره. عامل زي المية ملوش ملكة. ما كده مخه هيروح لبعيد. على العموم كل واحد بياخد نصيبه. ميرسي يا غازي. صفو. نعم. نسيت اقول لك ان ضحكتك تجنن. هنبداها اغاني بقى ولا ايه يا دكتور؟ صفو احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر. لان ساعتها هتعرفي الفرق بين كلام الاغاني وكلامي. تصبح على خير. مش قلتوا هتباتوا هناك؟ الدكتور وصل ولا لسه؟ دكتور ايه يا اختي؟ هو بعد اللي حصل في المدعوق اللي اسمه الفرح ده ليه نفسي يروح ولا يجي؟ يا بنتي ردي بكلمه واحده، يا يا لا. قوم يا فيل. خلاص. لا ناقصاكي الدكتور جه ولا لا؟ جه فين؟ يا خراشي هتشليني، هطلع انام. انت يا بنت انت مش تستنى لما اطمن على اخوكي يا بارده؟ انا بارده، اصلا تلاقي اخوكي مش جوزها باظت، هتلاقي اخوكي دلوقتي مقضيها ورجع لقصر. هو مين اللي مقضيها؟ او مين وانا اقول لك. تعالي يا اختي تعالي عشان مش قادر. احكي لي بقى قضاها ازاي. هقول لك. تعالي يا اختي. خلاص منك خلاص. تعالي يا بنت. يعني انت انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني. ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس هبس هكس. يا ريت الحكايه على الفلوس وبس. والله دي غريبه قوي. ليه؟ بتولع بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبة جدا. بص ها انت اللي بتهالك انها بعيدة. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكر ايه؟ احنا سكرنا حاجة؟ انت شربت حاجة؟ يا عم دبرني انت، اقول لي ازاي ابطل ستات؟ وانا لازم ابطل ستات عشان التوبه تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحده ست ايوه غمض عينيك. وانا هبقى شفتها اغمض عينيا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها يا عم. اشوف واحدة ست قدامي أه. اروح بقى بصص الناحية التانية كده. شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط يعني. المفروض تيجي من هنا انت توش الناحية التانية. انت شبه عم حافظ بالملي. خلي بالك انا ايه ده؟ مين؟
مين يا مطعم؟ انا في بتاع بقى محارمي هنا قوي من الصبح بتاع دي. الله ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوة قوي. دي بتاعت ايه دي؟ نجربها. حلوة الله يا ولدي. دي حلوة حلاوة ودماغ ايه؟ دورت كده. هو ايه ده؟ ده خد ولا بلاش انت. عظمة كبيرة بقى يا عم. كبيرة؟ والله ده اديني في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ نمل كتير قوي. ما تنضفوش النملة دي. نملة؟ تديني حتة. أخاف عليك والله. أهم هات حتة خلال. هات حتة. غمض عينيك واديني حتة. طب خد دي. فين؟ ممررة؟ مزة مزة كده. ايه ده؟ ايه ده انت وشك عليه نمل كتير قوي. النمل اللي عندك جالي يا اخي. تاخد حتة تانية؟ لا معايا. خد خد حتة تانية. ودي بس بقى عليها النمل كتير قوي برضه. عم اديله عم نديله حس الغالي بره. حس الغريب بره. بقول لك ايه؟ هدا على السرير. وانا هروح هروح ابلغ بتوع النمل يجوا ياخدوا النمل. اما غريبه هدا تكل على الله. اتفضل يا اتفضل يا دكتور. من هنا يا دكتور اتفضل. انت تاني اللي كده. العربيه وصلت. ده العربيه وصلت. الف الف الحمد لله على السلامه. حلو كويس كويس تمام الحمد لله على سلامتها. الناس الغريبه قد ما اعرفش يركب عربيته. ايه ده؟ حاسب حاسب يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طالع بعربيتي. عربيتك؟ عربيتك ايه؟ دي عربية الشنط يا دكتور. لبس لبس النور بتاع ايه؟ عربية الشنط عربيتك ايه؟ مال دي دارت ازاي؟ دورت انا اجيب ايه؟ يا دكتور استنى عندك يا دكتور. في ايه؟ استنى في ايه؟ ايه يا دكتور؟ حساب الباركينج يا دكتور.
ايه ده؟ ترامادول؟ السلام يا دكتور. مع السلامة. في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. اتفضل يا سيد. ينيلكوا. انت اديته الراجل. مين الهباب ده؟ ما ده القضبان يا روزة. ولازم نوجب معاه في ليلته. الله يخرب بيت البلبع وسنها. السرعة دي خطر وبتلحس الدماغ. يا عيني عليك يا قبطان. ده زمانك مسقط دلوقتي. إلهي سقطوك من فوق برج الجزيرة يا ولية. ولية. انت كده طيار الدماغ المتكلفة بالغالي. ما هو ده تمامك يا سامك. ده انت مش محصل السردين كده. بقى دخلنا في الخلاف الاجتماعي. صدق السيد هي عندها حق. احنا لازم نطمن على القبطان. صح تمام. الراجل ده خير ومغرقنا من ساسنا لراسنا. احنا احسن حاجة نعملها له نجهز له فرش اصلي ونبعته له على البيت. يا خرابي سيد. سيد يا ورمولة. بقولك ايه؟ الحق انا مروح. ها؟ احسن انها رزة هتبهدلني. الاحسن بيشبشب لك قوي. تسمع لك خير. تمنال السمك. السلامة اخويا. السلامة. يا رزة. انا رزة. رزة مين يا عم انت؟ انت ايه اللي جابك بيتي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده بيتي. لا ده بيتي انا. مرجان يا سمك. تعالى انا عايزاك. رزة يبقى ده بيتي. وهدور على بيتكم. يلا وهدور على بيتكم. روح تطلع جوه ايدي. كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي. انا كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي. 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 برفان فيجو غندي. العيال دي عملت ريحه. مساء الخير. يوم لما ترجع. سنور. ينيلك. لافيني سجاره.
شكله مش من هنا. لا مش من هنا. أمال من ايه؟ ها؟ من ايه؟ من جوه. نيلة شكلك كده عايزة نتعرف قبل. ماشي. حتى في ناس بتتاخد كده هم اللي متعرفهمش. أنا بتاخد. بتتاخد؟ خديني. تعال أعرفك بنفسي. فريزة فكة. فين دي؟ ايه؟ بتدور على ايه؟ مش لاقي هنا فريزة فكة. شوف يمكن جوه. يا واد انا فريزة فكة، ده اسمي. فكة. اما العنوان بقى. البنك المركزي. لا. في اي حتة مقطوعة ما فيهاش صريخ من يومين. حاكم انا بكره الزحمه وبموت في الرحرحه. بموت في ايه؟ الرحرحه. رحرحه؟ انا كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. يا نيال انت شكلك مفيم وشدد ستاير. هي الدماغ ايه بالظبط؟ شكلها كده كيميا. ما هو ما ينيلش البني ادم كده الا بكيميا. اسرق لخص. قولي فرش ولا غطا؟ فرش ولا غطا؟ اه. صدق اللي قاله والله. التوبه في الساونه مكروهه. دماغتي مكروهه ولا ايه؟ يا اخويا خلصني. لو فرش هيبقى عندك مكنه وتدارينا من كلاب سكك الشمامه. اما بقى لو غطا هنقضيها في الخانة والغطا هو اللي هيستر. قولي بقى فرش ولا غطا؟ كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. هو ايه ده؟ فرش ولا غطا؟ ايه بقى الاصوات اللي انا سامعها دي؟ سلامة السمع يا اخويا، دي كلاب. كلاب صح، انا قلت شبه الكلاب برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ مالك يا اخويا بتبحلق فيا كده ليه؟ سلامة الشوف. العربية قلبت بالنفر ولا ايه؟ كان في عملة قاعدة جنبي هنا اسمها بريزة فكة. وانا اقتحت توأم ريال. وانا وقعت بصرافة ولا ايه؟ ينيالك. ينيالك. أموت في البلدي عيب البلد. السلام عليكم. بقول لك يا فت، احنا هنعمل ايه هنا؟ هنسيب العربية دي هنا لو لازمك، انما لو خشيت بيها جوه ما انتش خارج لا انت ولا العربية. امسك. امسك ايه؟ امسك الجزمة ورايا. تعالى ورايا. ده البحر. اخرج ما تخبطش صوتك. ده البحر. دماغ ايه اللي انت عاملها دي بقى؟ مش ساكنة هنا؟ انا حاسس اني سمكة. تعالى شايف ولا انت شايف؟ شايف 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 سمك. الله مية. بس يا بنت ساكنة في السلم وتعبانة. يا اخويا بقى يا ما تخلص. يخرب بيتك يخرب بيتك بالراحة. ربنا يقويكي يا بريزة ويكفيكي شر العين يا حبيب. كله على الله يا اختي، ويا ريت بلاش تسيح. ها خدي بالك من الجزمة. تسيح ده ايه؟ ربنا يا اختي ما يجعلنا من قطعين الارزاق. السلام. تعال يا بنت طلعنا وبعدين نزلنا. على البيت اللي هيوقع. خش برجلك اليمين. بريزة. ها بريزة. ها. واحد
احنا نزلنا نزول ولا طلعنا طلوع؟ وانت يا اخويا يهمك ايه وانت متنيل قوي كده؟ خط يا اخويا خط. يخرب بيتك جيبك مليان. ايه القرف ده؟ وانا فين؟ انت في الفيلا الخصوصي بتاعت باريزا بدرون المزاج والفرفاشة. هم اربع حيطان مشققين بصحيح، انما كل شق منهم سرق من الدنيا كم حتة دلع على كم ضحكة، وكله باسمي باريزا اللي معاها هتفك كربك وتحل عقدك. بس انت يا اخويا فك كيس كده وديني امارة. انت يا بنت كنت ضفادع بشرية بر ما هي. انت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته. هشوف قوي، هشوف جدا، هشوف خالص. مش بالطريقه دي، المكان لميم على الشمام على جزمتي كلهم عيال. طب امي روح. مش عايزه اروح يا يارا، عايزه ارقص يا يارا. انت جرالك ايه وليه كل ده؟ اكيد مش عشان الدكتور اللي اتجوز، وما تحاوليش تقنعيني بكده. انت من اسبوع واحد كانت حالتك غير كده، فجاه اتشقلب حالك. اعتبريني يا ستي مجنونه. انا مجنونه؟ عندي شقه، ساعه تروح وساعه تيجي، ساعه تروح وساعه تيجي. بص يا رب النبي، تكلميش معايا في اي حاجه ولا تساليني على اي حاجه، انا كده نك كفايه شرب بس بقى. تعال ده الدكتور يا مغاوري. لا يا ست هاله مش هو. عم حافظ. ايوه حافظ. افتح له بسرعه، افتح له بسرعه. في اللوكاندا يا ست هانم قالوا لي وصله على هنا واديني جبته. أيوة. والاجره كمان مدفوعه يا ست هانم. الاجره كمان مدفوعه؟ طب مين اللي دفعها لك؟ يا عمي ده شكله فينا خالص، اسند معانا بلدينا اهو. معاك اهو. ولا قوه الا بالله، احنا ناقصين يا ربي. يا عمي عمي عمر فين؟ فوقلي فوقلي يا عمي عمر فين؟ اصل الهويس كان مقفول. انا قلت لها بقى افؤاد افؤاد خلي عتريسه تفتح الهويس. ايه ده؟ هو في ايه؟ ليه بقى؟ جواز فؤاد من عتريسه باطل. قول ورايا، جواز فؤاد من عتريسه باطل. باطل. عمي يا عمي يا ست هاني ما تتعبيش نفسك، دي شكله كده داخل على شيء بالخوف. عمي عمر فين؟ عمر فين؟ عتريسه تعالى. عتريسه دخل جوه جوه على اوضته بسرعه. انا فؤاده، انا فؤاد، انا خش جامد قوي. خش يا عمي. يا مرتضى يا عمر ست الكل، ربنا يخليك. اتفضل. السلام عليكم. مستريح وبركاته. ما احبك. ناقصين يا رب، ناقصين. اصبح معانا يا كريم. السمكه في البحر، سمكه سمكه في الزق، سمكه سمكه لو باليائق صيد بالشبكه. في شارع بالحارة وقفت على باب خمارة، مشيت في شارع بالحارة وقفت على باب خمارة. فضلت اقاوح مع نفسي وقلت اخش اشوف نفسي، فضلت اقاوح مع نفسي وقلت اخش اشوف نفسي. دخلت جوه الخمارة شفت العالم سطرانة، دخلت جوه الخمارة شفت العالم سطرانة، كانت بتشرب
وعليكم السلام. من فضلك الدكتور عمر النووي موجود؟ لا يا فندم، هو في اجازه. ما انا عارفه ان هو في اجازه، بس يعني ما قطعش الاجازه ورجع تاني وكده؟ لا للاسف هو لسه في اجازه يا فندم. ترى انت فين يا عمر؟ مدام دينا. دكتور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خير؟ في حاجه؟ ما اظنش يا دكتور غازي ان في خير خالص. ليه بس كده؟ طب قولي لي في ايه واحنا نتصرف. من ساعه اللي حصل مع عمر في الفرح وعمر مش لاقيين ومحدش فينا عارف عنه حاجه خالص. ما يمكن سافر يغير مود بعد اللي حصل في الفرح، اكيد نفسيته مش مظبوطه. لا 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 يا دكتور، كان كلمني عشان اطمن عليه. هو اكيد عارف ان انا دلوقتي هموت عليه. انا حاسه ان قلبي مش مطمن. حاسه ان ممكن يكون جرى له حاجه. ايه ده؟ في ايه؟ بهدتي. مالك؟ في ايه يا مدام تينا؟ مالك؟ في ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا دكتور انا لسه شايف اخته بعينيا وسامعها بوداني وهي بتقول انه مختفي. دي كمان كانت بتفكر انها تبلغ البوليس. بوليس؟ ايه وصلت للدرجه دي؟ فجأة وقعت من طولها ونقلوها للطوارئ. تقريبا كده يا دكتور، يا ضغط يا سكر. ضغط وسكر ونقلوها للطوارئ. طب هي كانت لوحدها؟ يا دكتور عوني، مش ده موضوعنا. احنا في الفرصه اللي جات لنا من السماء، صاحبنا مختفي والكل ملهي والجو خالي. نعدي فواتير المعدات بتاعتنا ولا منشاف ولا مندري؟ انت هتفضل طول عمرك غبي. ولا انا ليه دايما اقول لك قلبي مش مطوعني ان اقول لك يا دكتور؟ وبعدين انت ناسي غازي. غازي ده نسخه من صاحبك، وهو عينه اللي بيشوف بيها في غيابه. يا دكتور عوني، غازي ده لحم طري، يعني سهل قوي يتحط في حبنا. وحكايته مع الدكتوره صفوه ممكن قوي نلعب بيها. ده غير انه ملهي بتهد صاحبه، يعني الموضوع ده ممكن ياخد له يومين او ثلاثه، ويمكن الغيبه تطول. بلاش تيجي ورايا يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما تجيش ورايا. خلاص بلاش. قولون عندك بايظ، ما ينفعش انت بتعمليه في نفسك ده. لا في نظام في اكل ولا ضغط مظبوط، كده خطر عليكي. عندك حق يا دكتور، بس الحمد لله الحقنه ريحتني. دي مجرد مسكن، واكيد مش هتعيش على المسكنات. انا هقولك على اسم متخصص تبشري معاه، ويا ريت ما تكسليش. حاضر، بس اطمن على عمر الاول وبعدين يبقى لها الف حلال. خير ده انا ما صدقتش والله لما سمعت. ايه ماله جنبك؟ ايه خير يا دكتور؟ مالها؟ مفيش، قولون عصبي وضغط دم مرتفع. ايه ده؟ انت لسه صغننه على الحاجات دي؟ اطمن يا دكتور، اطمن. وايه حكايه اختفاء الدكتور عمر دي؟ طمنت عليها؟ تمام، شويه وهتبقى كويسه. كويس. مالك؟ مالي يعني؟ عادي. على فكرة دي أخت عمر وواجب إن نهتم بيها. وأنت بتقولي الكلام ده أنا ليه؟ عشان مخك ما يروحش لبعيد. الظاهر إن أنت اللي بتعيش نفسك في أوهام. طب وماله؟ اللي النهاردة أوهام بكرة يبقى حقيقة. شكلي اتخميت فيك وهتطلع مغرور. شكلنا إحنا اللي مش هنطول، هنقرب لبعض بسرعة. ده هبل ده ولا ايه؟ سيبك منه، المهم احنا كنا بنقول ايه؟ دماغي هتتفرتك. طب وانا مالي؟ يابا. عمو ما بحبش حد يشرب مطرحي. بس انا بحب عادي. بقول لك ايه، هو عمر لسه ما ظهرش؟ لسه. واختك لسه بتدور عليه؟ لسه. وهي تعبه روحها ليه؟ هي دي اول مره يعملها؟ اه
قلت لها الكلام ده قالت لي اول مره يعملها من اول ما انصلح حاله، اكن حاله ده زرار يدوس عليه ينصلح على طول. تخلف ايه؟ هو انا لو قلت لك على سر هتقولي؟ طبعا الا لو فتحت مخك معايا. بس انا حاسس بوجع الذنب وضميري بيوجعني. ضيعت فلوس مين تاني؟ فلوس ايه يا فلوس؟ ايه؟ نجبت على اختك وقلت لها ان انا ما شفتش عمر. وانت شفته؟ امبارح في البار بتاع الاوتيل. يا نهار اسود، يبقى كده بنت يا معلم، القاموس شرب لحد ما اتدرمغ وشقط زغلول وطار معاه على العش. والله جايز وجايز مش جايز. يعني ايه؟ اصل انا شدينا بتاع زي القرنفل كده، اول ما شديناها الدنيا ظلمت والهويس اتفتح ولقيت يحيى شاهين عمال يقول جواز عتريس من فؤاد باطل باطل. يا نهار اسود، وهو شد معاك؟ يا نهار اسود، كده ضاع يا برنس. مش بقول لك ضميري بيوجعني. صباحية مباركة يا عريس. صباحية مباركة. صباحية مباركة مين؟